بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء طلاب بالفرقة الرابعة تخصص محاسبة. المحاضرة الثانية إن شاء الله في نظم التكاليف. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا موجة سريعة عن المنهج هناخد فيه ايه واللازم منه يعني، وقلنا قسمنا الموضوع إلى الفصل الأول نظري، وقلنا بعد كده عندي نظام التكاليف الأوامر الإنتاجية، وبعدين المراحل الإنتاجية، وقلنا محاسبة المقاولات، وقلنا هنمشي واحدة واحدة مع بعض في كل حاجة. النهارده هنتكلم في الفصل الثاني اللي هو نظام التكاليف الاوامر الانتاجيه. الناس اللي معاها كتاب قدامي كده يبقى عندك صفحه 41 هنبدا عندي. طبعا في مقدمه نظري زي ما قلت قبل كده، دائما وابدا المقدمه النظري في اي حاجه لا تهملها اطلاقا، لان هي اللي بتديك انطباع عن الماده العلميه اللي انت داخل فيها، وبالتالي تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. طيب هنلاقي عندنا هنا طبيعه وخصائص نظام التكاليف، بعد كده مزايا وعيوب نظام الاوامر الانتاجيه، متطلبات نظام الاوامر الانتاجيه، كل ده كلام نظري. تنظيم محاسبة نظام الأوامر الإنتاجية، تحليل أوامر الإنتاجية بعناصر التكاليف، تمام. المعالجة المحاسبية الأوامر الإنتاجية. نبدأ نشوف بقى عندي المعالجة المحاسبية اللي عندي في صفحة 50. حد يقول لي طب اللي فات ده كله يعني مش مهم؟ لا مهم جدا جدا. احنا قلنا الامتحان بنسبة كبيرة ممكن يبقى بابل شيت، في البابل شيت احنا محتاجين الجزء النظري قوي قوي قوي، إما في صح وغلط اما في التوصيل. وهو اللي بابل شيت عباره عن ايه؟ اختر من متعدد، وده غالبا ده هيبقى تمرين هيتحل، والنتيجه قارنها بالنتائج اللي جايه لك. اما الجزء الثاني اللي هو عباره عن صح وغلط، ده جزء كبير منه نظري. هتقولي ممكن تقول لي محتاج في تمرين، اقول لك ممكن، ما انا ممكن اقول لك كذا كذا والنتيجه بتاعته كذا، فانت هتقول لي صح ولا غلط، عشان تقول صح ولا غلط هتضطر تحل. لكن في الغالب بنسبه فوق ال 60 او 70% فيما يخص الأسئلة بتاع الصح الصواب والخطأ بتبقى أسئلة نظري في المفاهيم، ولا أنت فاهم ولا مش فاهم، واقبلك. أما الماتش التوصيل ما بين الاثنين، يعني احنا زي مثلا لو قلنا زي ما قلنا قبل كده في المحاضرات السابقة في محاضرة المحاسبة الإدارية وكل المواد دي كلها، بتلاقي عندك قانون جزئين حاجة بتؤدي لحاجة. فلو جبتها في الجزء الأولاني والجزء الثاني بعيد عنه، لو انت حافظ القانون او فاهم القانون هتقدر تربط العلاقه ما بين ده وده. طيب يبقى انا عندي بالنسبه لي هنا عندي في صفحه 50 بيقول لي ايه في صفحه 50. انا جاي بس للتذكره السريعه. اعداد بطاقه تكلفه لكل امر انتاجي. يتم تخصيص بطاقة تكلفة لكل أمر إنتاجي ويسجل بها ما صرف على الأمر من مواد وأجور ويحمل به من مصاريف غير مباشرة تقديرية، ويتم تسجيل القيود اليومية للمواد المستخدمة في الأوامر الإنتاجية على النحو التالي. أنا جايبها عشان النقطة دي بس، مش شايف عندها كتير، بس عشان أفهمك إن اللي إحنا خدناه في سنة أولى زمان، اللي بيعرف يعمل كده محاسبي وفاهم إيه العلاقة هيرتاح قوي في الموضوع ده كله. وقبل كده لما شفنا قبل كده في حكاية ما يصرف اولا ورد اول يصرف اولا او ورد اخير يصرف اولا، السياسه بتاعه التسعير بتاعه المنشاه اللي فاهمها لما تجي له حاجه مشابهه بيها او مطلوبه زيها هيبقى يعرف يحسبها ازاي. هتلاقي عندك عند شراء المواد فانها تدخل المخزون بالكود التاني. انا اشتريت مواد بدخلها المخزون من حساب مراقبه مخازن المواد. الحساب اسمه كده، من حساب مراقبه مخازن المواد الى حساب الموردين لو احنا اشتريناها على الحساب، او الى حساب النقديه لو احنا اشتريناها نقدا. يبقى لو احنا اشتريناها نقدا هنقول من حساب مراقبة مخازن المواد إلى حساب الخزينة أو حساب النقدية. لو اشتريناها على الحساب هنقول حساب المورد. في حالة صرف المواد من المخازن للأمر الإنتاجي، هنصرف بقى مواد من المخازن للأمر الإنتاجي اللي إحنا هنشتغل عليه بعد شوية. قال لي من حساب مراقبة إنتاج تحت التشغيل، لأنه لسه ما بقاش إنتاج تام، فطالما إنتاج لسه ما خلصش اسمه إنتاج تحت التشغيل، إلى حساب مراقبة المخازن. يبقى في الأول من حساب مراقبة المخازن كان مدين لما اشترينا البضاعة حطيناها، بقى من حساب مراقبة المخازن. لما خرجنا من البضاعة بقى إلى حساب مراقبة المخازن. يبقى مرة مدين ومرة دائن، بنطرح الاثنين مع بعض يدينا الرصيد بتاعي. طيب وفي حال صرف مواد غير مباشرة يكون الكليك التالي، من حساب مراقبة تكاليف صناعية غير مباشرة المسمى بتاعها إلى حساب مراقبة مخازن المواد. يبقى في كل الأحوال مراقبة مخازن المواد لو بتطلع منها البضاعة تبقى دينة، لو بتخش فيها البضاعة تبقى مدينة. في حالة مردودات المواد من الأمر إلى المخازن، حالة رد المواد المباشرة يكون من حساب مراقبة المخازن لأن حاجة داخلة المخازن، بقى من حساب مراقبة المخازن إلى حساب مراقبة إنتاج تحت التشغيل، لأن كنا خليناها الأول مدينة خليناها دينة. أنتوا فاكرين السنة اللي فاتت سنة ثالثة اللي فيكم درس
في موضوع التسعير، لما كنا بنقول ان انا عندي اكثر من طريقه للتسعير، اما الورد اولا صدر اولا او الورد اخيرا صدر اولا او المتوسط المرجح، وفي طرق اخرى مش عايز اقول عليها عشان يعني ربما انت ما تعرضتش عشان ما تلخبطكوش. طيب دي طرق التسعير. طيب كان في تاني، مش كنا بنقول ان وانا في اي طريقه من دول حاجه اما في وارد بضاعه وارده من بره او من صارف خارج من المخزن، مش كده؟ الوارد بيزود الرصيد والمنصرف بيقلل الرصيد. وقلنا لو انا بشتري بضاعه من بره داخل المخزن تبقى بالنسبه لي وارد، لو انا بطلع بضاعه من عندي من المخزن عندي للتشغيل بالنسبه لي منصرف، واخد بالنا؟ طيب لو بطلع بضاعه من عندي من المخزن بتاعي مردودات مشتريات برجعها للمورد بتاعها، انا بالنسبه لي كأمين مخزن منصرف، انا مخزني اهو، الحاجه اللي جات لي بقت في ذمتي، بقت عليا، بقت بالنسبه لي وارد. اي حاجه تطلع من عندي بقت منصرف، اما رايحه للانتاج منصرف، اما رايحه مرجعها تاني للمورد بالنسبه لي منصرف، اما بعتها برضه تبقى بالنسبه لي منصرف. يبقى انا بالنسبه لي البضاعه اللي بتدخل المخزن وارد، اللي بتخرج المخزن لاي سبب من الاسباب تعتبر ايه؟ منصرف. حط دايما غمر عينك كده وتخيل المخزن ده اكنه جيبك، اي حاجه داخله في جيبك وارد، اي حاجه خارجه من جيبك صادر. فلو اللي داخله في جيبك جايه من المورد تبقى وارد، جايه لك من المصنع من جوه كانت بضاعه انت طلعتها قبل كده وراجع لك تاني وارد، طالما داخله في جيبك تبقى وارد، خارجه من جيبك للمصنع للتشغيل صادر، خارجه من جيبك عشان بضاعه راجعه للمورد تاني تعتبر بالنسبه لي صادر. نفهم كلمه صادر ووارد، يبقى وارد كل ما دخل المخزن والصادر كل ما خرج من المخزن، راح فين او جه منين مش دي المشكله بالنسبه لي. انا يهمني انا دخل عندي بضاعه خمسه وكان عندي اثنين بقى عندي سبعه، خرج من عندي سبعه ما عادش عندي حاجه، خرج من عندي خمسه بقى عندي اثنين، خرج من عندي اربعه بقى عندي ثلاثه، خرج من عندي سته بقى عندي واحد، ما ينفعش خرج اكتر من سبعه لان المخزن فيه سبعه ما ينفعش اصرف منه اكتر من سبعه وهكذا، وارد؟ طيب. دي نقطه بس حبيت اخش فيها على السريع كده. عندي في صفحه 51 معالجه فروق التحميل، نقراها بعد اذنكم كويس، انا الحاجات اللي انا شايف ان هي مش محتاج ان انا عندها كتير انا هعديها عشان بس ما نضيعش وقتكم، وخاصه ان الكتاب كاتب الكتاب بكله، انا عايز عند الحاجات اللي فيها جزء عملي هي اللي انا هقف عندها شويه عشان عندي في صفحه 53. طيب عندي بدأ من صفحه 52 بيقول ايه؟ مثال لهذه الظروف غير عاديه، ظهور مصروفات غير متوقعة أو مفاجأة نتيجة العوامل غير متوقعة كمصروفات إصلاح آلات توقفت فجأة أو إضراب عمال أو أجازات، كل الكلام ده كلام جميل قوي. فمثلا إذا كان فرق التحميل المستخرج هو عبارة عن نقص تحميل قدر 6000 جنيه وكان إجمالي تكليف الأوامر الإنتاجية كما يلي، أوامر إنتاجية تامة بالمخزن 6000. ناخد بالنا شوية، يعني إيه تحميل؟ يعني إيه تحميل؟ إيه المقصود بكلمة تحميل؟ أنا النهاردة كلمة تحميل بالبلدي كده انا حاجه عايز اشاورك حصتك فيها. احنا النهارده اربعه هنركب تاكسي، والتاكسي كام يا عم؟ المواصله دي 40 جنيه، يبقى كل واحد فينا هيدفع كام؟ 10 جنيه، يبقى قسمنا المبلغ علينا. اذا قسمناه بالتساوي فانا هكتب 10 وده يدفع 10 وده يدفع 10 وده يدفع 10. طيب اذا احنا قسمناه ان انا النهارده وزني 200 كيلو وواحد وزنه 50 كيلو وواحد وزنه 25 كيلو، هل يعني ينفع ان احنا نقسمه بقى؟ لو قسمناه بالوزن يبقى عندي اساس التحميل الوزن، بجمع اجمالي الوزن كله كام واحد، ده 200 وده 100 وده 50 اجمالي كله، يبقى ده 200 على الاجمال وده 50 على الاجمال وده 25 اجمالي، واضربه في التكلفه وهكذا. يبقى كلمه تحميل يعني انا فيما يخص التوزيع انا عندي مبلغ تكلفه عايز احمله، احمله على اساس ايه؟ هيديني في حاجات معروفه وفي حاجات هيديها لي في التمرين جاهز. طيب طيب نشوف المثال ده بيقول ايه. أوامر إنتاجية تامة بالمخازن 60000 جنيه، أوامر إنتاجية تحت التشغيل 30000 جنيه، أوامر إنتاجية تامة ومباعة 90000 جنيه. الإجمالي إجمال أوامر، خد بالكم إحنا شغالين في أوامر إنتاجية، إجمال الأوامر اللي عندي ب 180000 جنيه. فيكون نصيب الأوامر الإنتاجية التامة بالمخازن هنا بقى أهو. أنا هكتبها دي على السبورة عشان الدنيا تبان شوية عشان الشرح ما تتهوش مني وأنا بتكلم. بسم الله توكلنا على الله. أوامر إنتاج تام بالمخازن، إنتاج تام بتساوي عندي 60000 طبعا جنيه،
اوامر انتاج تحت التشغيل بتساوي 30,000 جنيه، اوامر انتاج تام او انتاج تام ومباعة بتساوي 90,000 جنيه. يبقى ده زائد ده الاجمالي دول كلهم على بعضهم يديني عندي الاجمالي اهو، جمعتهم دول مع بعضهم عملوا عندي 180,000 جنيه. يبقى التسلسل اوامر انتاج تام حاجات خلصت جاهزة ب 60,000 جنيه، اوامر انتاج تحت التشغيل لسه ما خلصتش ب 30,000 جنيه، اوامر انتاج تام ومباع. ايه الفرق بين دي؟ ده انتاج تام ولكن لسه عندي في المخزن. يبقى الفرق بين انتاج تام وانتاج تام المباع واضحه من اسمها، ده انتاج تام قلم زي ده خلصناه بس لسه في المخزن ما اتباعش، لكن هنا انتاج تام ومباع. يبقى انتاج تام يعني زي مثلا لو قلنا عندي 60,000 و90,000، عندي انتاج تام ب 150,000 جنيه، منهم انتاج تام ب 60,000. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول عشان لو طلب مني استنتج. افرض ان هو جاني في التمرين وقال لي الانتاج التام 60 و90، جابهم لي رقم واحد 90,000 جنيه، منهم 60,000 جنيه انتاج تام وسكت، يبقى انا مطلوب مني استنتج الانتاج التام المباع. بعمل ايه؟ يبقى 150 ناقص 60 هيديني 90,000 جنيه. يبقى نشغل مخنا شويه ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. يبقى عندي اجمالي بتاعي عندي 180,000 جنيه. طيب الخطوه الثانيه هعمل ايه؟ عشان نشوف بقى موضوع كلمه التحميل اللي احنا بنقصد عليها. يبقى هو عندي 6,000 جنيه عايز يقسمهم. طب يدي ده قد ايه ويدي ده قد ايه ويدي ده قد ايه؟ هل يقسم بالتساوي؟ ولو سكت كده قال لي قسمها مثلا، يعني ما اديش اساس للتقسيم، انا اقول الله مش عندي اوامر انتاج تام وتحت التشغيل وانتاج تام مباع، طب ما اريح دماغي. دول 1 2 3 قسم 6,000 على 3 يبقى كل واحد 2000 جنيه ونخلص من الحكايه. يبقى الاوامر انتاج تام 2000 جنيه، تحت التشغيل 2000 جنيه، انتاج تام مباع 2000 جنيه. هل الكلام ده ينفع؟ الكلام ده امتى ينفع؟ لو القيم دي كلها قد بعضها مثلا اقول لك مبرر، لكن ده 60 وده 30 وده 90، هل منطقيا ابو 30 اقسم عليه زي ابو 90 زي ابو 60؟ ما ينفعش. يبقى قال لي طب النهارده يبقى ده اساس التحميل. طيب هنبدا نشوف قال لي ايه. فيكون نصيب الاوامر الانتاجيه انتاج التام التامه بالمخزن، هنقسم بقى عندي المبلغ اللي عايز اقسمه ال 6,000 جنيه اللي هو مديه ده، دي عباره عن التورته اللي انا عايز اقسمها. عاوز اقسمها، اقسمها ازاي على الثلاث بنود دول عندي دول؟ اقسمه ازاي؟ قال لي النهارده اهو نصيب الانتاج التام اللي هو انتاج التام فقط، يعني لسه ما اتباعش. قال لي عباره عن ايه؟ قال لي 6,000 اللي هو الرقم ده اللي انا هقسمه على سلاش كده، يعني على 180,000 في 60,000 بيساوي 2000. طيب نشرح الحكايه دي. كان ممكن يكتب كده 60,000 6,000 على 180,000 في 60,000 كده ماشي وكده ماشي. انا حبيت احكيها بس قدامكم عشان تبقوا فاهمين ان انا لو عملت سلاش كده يعني ده على ده، احيانا عشان بس السبوره ما تقضيش كتير او في الكتاب نفسه الطباعه مش عارف ما ياخدش كتير، فنستخدم نظام سلاش كده عشان الدنيا تمشي مع بعضها. اذا كده شغال وكده شغال، يبقى سواء 6,000 على 180,000 في 60,000 بيديني 2000. الحرف ده كده يعني على نضرب الاول. بنعملها ازاي؟ اللي دخل الكوست دول او العمليه دي بنخلصها مع بعضها، بنضرب ال 180 في ال 60 والناتج بنقسم عليهم ال 6,000 عشان الناس ما تتلخبطش مين. واضح؟ لان في ناس بتضرب ال 6,000 في 180 وتقسم، هنعرف الدنيا ماشيه ازاي. يبقى انا بالطريقه دي وصلت عندي 2000 جنيه خاصه مين؟ بالانتاج التام بتاعي. طيب نشوف تحت التشغيل نفس القانون، هو 6,000 على ال 180 ثابته اللي هي ال 180 هي التوتال ده اللي هستخدمه كل مره، ده ثابت في اقول عندي النهارده الانتاج التام المباع بيساوي ال 6,000 برضه ثابته على 180,000 برضه ثابته. هنا اقول انتاج تحت التشغيل
30,000 او في 30,000 بيساوي هنشوف، وعند 180 اضربهم في 90,000 في 90,000. انا بقول الكلام ده احيانا واحد يجي في الامتحان ويقول لي اصلا مش لاقي آلة حاسبة، رغم المفروض يجيب آلة حاسبة، وما ادونيش الموبايل، ممنوع تاخد الموبايل. فلنفترض جدلا ان حضرتك دخلت الامتحان وما معكش آلة حاسبة ومش لاقي حد يساعدك. انا لو عملت التمرين بالشكل ده وما طلعتش ارقام انا كده حليت، اخد درجة. اخد درجة. تاخد درجة كاملة؟ طبعا لا، بس احسن ما اخد صفر. انا بالنسبة لي انا انت كده خدت 9 أو 8 من 10، شوف قد ايه يعني خدت امتياز في السؤال ده، رغم انت ما طلعتش النتيجه، بس خلاص انا فهمت ان انت حافظ القانون وحطيت لي ارقام، بس انت معكش آلة حاسبه فانا ما عملتهاش، رغم انه مش مبرر مش عذر، بس بنقول انت بتدي اللي قدامك اللي بيصحح ان انت فاهم. بس هل الكلام ده لو انت بتشتغل في البابل شيت هينفع؟ مش هينفع، لانك في البابل شيت لازم تطلع النتائج الاجماليه عشان تقارن بيها وتثبت العمليه. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ انا يهمني ان انت فاهم الخطوات بتاعتك مظبوطه، وبالتالي النتائج هتطلع اوتوماتيك مظبوطه. واضح؟ طيب نشوف هنا عشان انا ما اضيعش وقت واضرب انا واقسم. اقول النهارده اهو ال 60,000 6180 في 30 بيساوي عندي 1000 جنيه. طيب المباع نفس القصة، عند 180 المباعة يساوي عندي 3000 جنيه. طيب ببساطة كده نقف عندها. إذا نصيب الإنتاج التام عبارة عن إيه؟ عبارة عن المبلغ اللي أنا عايز أقسمه عليهم، أحمله عليهم، أشوف كل واحد فيهم ياخد نصيبه إيه؟ أنا النهاردة عندي 1 2 3، إذا هو جه في التمرين وقال لي يقسم بينهم بتساوي يبقى ريحني. يبقى أنا بالنسبة لي بس 1 2 3 4 5 على حسب المدير اللي عندي وأقسم ده عليهم، لو هو ما قاليش كده. يبقى أنا بشوف النهاردة ال 6000 دي بقسمها على التوتال اللي هو الإجمالي مضروب في ما يخص كل بند من ضمن البنود دول. يبقى 180 في 60,000 اللي هي إنتاج التام عمل عندي 2000، وال 180 في 30 وقسمنا عليهم 6000 عمل عندي 1000، وال 180 ضربناه في 90 وقسمنا عليهم 6000 عمل عندي 3000. انا عشان اتاكد ان الشغل بتاعه مظبوط عامل ايه؟ اجمع ده زائد ده يديني ايه؟ اقول 2000 زائد 1000 زائد 3 يساوي عندي 6000 اللي هو الرقم ده. يبقى انا الشغل بتاعي مظبوط، يبقى انا عندي 6000 عايز اقسمهم. افرض ان انا شغال مع نفسي وحليت مظبوط وكل حاجه، بس عايز اتاكد لنفسي ان انا شغلي مظبوط. ليه؟ انا هوت اللي بشرح لك التمرين ممكن اغلط فيه، وانا بجمع انسى صفر، ازود صفر، اعكس رقم، وخاصه الارقام دي بسيطه لكن ممكن يجي في التمرين ارقام مركبه 240 50 35 ارقام متلخبطه مع بعضها تغلط في رقم. عشان اتاكد بجمعهم ده زائد ده زائد ده يطلع عندي التوتال بتاعي 6000 جنيه، اقارنهم بالمبلغ اللي انا عايز اقسمه 6000 جنيه يبقى انا الشغل بتاعي مظبوط. فلو انا بقول لك النهارده انا معايا 100 جنيه خدهم قسمهم، فديت لواحد ده قلت ده 20 وده 35 وده مش عارف مين، وجيت في الاخر وزعت يا عم. وزعت، جيت اجمع اللي مع ده مع ده مع ده مع ده لقيته ب 95 جنيه، معناه ان انت غلطت في 5 جنيه ناقص، او 105 معناه انت دفعت 5 جنيه من جيبك. اذا انا عشان اتاكد ان انا الشغل بتاعي مظبوط بجمع الثلاث بنود دول او الاربعه على حسب البنود اللي عندي، يديني عندي التوتال بتاعي، اقارنه بالرقم اللي انا عايز احمله يطلع عندي الشغل بتاعي مظبوط. البعض ممكن يقول لي هل ممكن يجيبها بطريقه ثانيه غير كده؟ ممكن نقول بطريقه ثانيه غير كده، بس انا مش عايز الخبطكم، لان دي الطريقه موجوده عندي في الكتاب، فانا مش عايز اقول طريقه ثانيه تلخبط البعض. ببساطه بدل ما انا بقسم هقلب الموضوع واضرب. يعني ايه بضرب؟ بضرب النهارده 6000 في ال 60,000 على 180، وال 6000 في ال 30,000 على 180، وال 6000 في 90,000 على 180، هتطلع نفس النتائج؟ اقول لك طب نجرب واحده كده، واحده بس ونجرب ونشوف. خلينا في الاولاني 6000 في 60,000 على 180. لو قسمنا ال 60,000 على 180 وضربناهم في 6000 هيطلع عندي 2000 جنيه، وجربوهم انتوا عندكم على الاله حسب بتاعكم. اذا انا بالنسبه لي اعملها كده ماشي، اعملها كده ماشي. انا بنصح بقى عشان بس الناس ما تتلخبطش مني، انا بنصح خلينا زي الكتاب ما بيقول ونمشي على الكتاب زي ما هو بيقول. انا بس حبيت اقولها ليه؟ لان في بعض الكتب بتستخدم الطريقه الثانيه،
او في بعض الناس في الشرح بتستخدم الطريقه الثانيه، بدل ما بيقسم ده على ده مضروب في ده بيقسم بيعكس العمليه، بيضرب 6000 في ما يخص الجزء على التوتال بيطلع نفس الرقم ده على التوتال بضربه في التكلفه اللي انا عاوز اقسمها هيطلع نفس النتيجه بالظبط هي هي. انا بس حبيت اقول مثال واحد عشان لو حد كان قراها في كتاب ثاني او قراها حاجه بطريقه ثانيه ما يتلخبطش معايا. خلينا النهارده نلتزم بالكتاب اللي في ايدينا عشان هو ده المرجع اللي احنا نرجع له كلنا، وبالتالي خلينا ماشيين بالنظام بتاعنا ده. طيب ايه تاني عندنا النهارده عايزين نقوله؟ بسم الله ما شاء الله. طيب يعني يبقى اولا زي ما احنا شفنا كلمه تحميل المقصود منها توزيع. انا هحملك بايه؟ انا النهارده صرفت 100 جنيه ومعايا 100 واحد، لو قال لي بالتساوي خلاص ريحني 100 على 100 بكل واحد بجنيه. لو جه قال لي النهارده لا نشوف مين اللي حضر الاول احنا هنفرق فلوس 100 جنيه مكافاه حطيناهم كده على الترابيزه، واحد قال لي اللي يجي وزع 100 جنيه. قال لي هنقسمهم بحسب الحضور. يبقى انا النهارده اللي يحضر الاول هياخد كذا، اللي يحضر الثاني ياخد كذا، ياخد اذا هو بيديني اساس للتحميل. ما سابها لي مبهمه، افرض انا جيت في تمرين في الكتاب ونسيت اقول لك اساس التحميل. زي ما نعرف بعدين الموضوع هيكبر بعدين شويه وهنعرف عندنا اكتر من اساس للتحميل. انا بس بقول لك مبدئيا يعني افرض كراجل انت فاهم في المحاسبه، فاهم في المحاسبه مش حافظ يعني، فاهم في المحاسبه وجيت في تمرين في تحميل واتنسى اللي بيكتب السؤال نسي يحط لك اساس للتحميل وحاطط لك مذاكر وفاهم، تقول لي بما انه لم يذكر في التمرين اساس للتحميل اذا نعتبر ان اساس التحميل كذا وتستخدمه في الامتحان، يبقى انت كده 10 على 10 برافو عليك. واضح؟ انا بس بقول الكلام ده حاجه اعتراضيه كده عشان هنحتاجها بعدين واحنا بنشرح موضوعات ثانيه. في عندي مثال في صفحه 54، عندي صفحه 54 في مثال. طبعا انا لو هكتبه على السبوره المثال هياخد السبوره كله، بعد عشان احله هضطر اهده ثاني عشان احله وارجع ثاني. فعشان كده بيقول وجود الكتاب في ايدينا مهم للغايه، مهم للغايه. في المحاضرات الاونلاين ما فيش مساحه ان احنا نقعد نشرح لان الاستوديو مجهز، ما فيش فيه سبوره كبيره عشان احل التمرين مره وارجع امسحه وهكذا، وعشان نكسب وقت ما نضيعش وقت. نبص مع بعض في صفحه 54 بيقول لي ايه؟ يتكون مصنع من مركزين انتاج، خدوا بالكم الف وب. ايه في جه غيرهم لي؟ قال لي جيم ودال، المشكله؟ قال لي سين وصاد، ما عنديش مشكله. سموهم لي مركز انتاج، قال لي انتاج كذا وانتاج كذا، زي ما يقول لي انا بس عشان كرموز اوكي. وعندي مراكز خدمات وثلاث مراكز خدمات، المخازن والمباني والقوى المحركه. هل مراكز الخدمات ممكن يكونوا اقل او اكثر؟ اه طبعا ممكن يكون اقل او اكثر على حسب المدير في التمرين. واضح؟ يبقى هنا الفرق عندي حاجتين، مراكز للانتاج ومراكز خدمات يعني بتخدم على مراكز الانتاج. يبقى الاساس عندي الانتاج. طب الانتاج ده بيشتغل لوحده؟ لا، ما في حاجات بتخدم عليه. قال لي يبقى عندي النهارده بتاع ده عندي فيه مركزين الانتاج الف وب، وعندي مراكز للخدمات مخازن ومباني وقوة محركة. طيب وجايب لي بيانات عندي، قال لي تكاليف خاصة ومشتركة ما بينهم كلهم، قال لي النهارده ألف نصيبه 20,000 وب 10,000 والمخازن 4,000 ومباني 5,000 والقوة المحركة ب 6,000 جنيه. طيب حلو قوي. نسبة نسبة المساحة مركز إنتاج ألف 40% ونسبة ب 30% والمخازن واخد 10% والمباني مديها لي صفر. ليه؟ لان هي نسبتها من المباني، فالمباني مش واخده نسبه من نفسها اوتوماتيك يعني، احنا بنقسم المباني عليهم كلهم، ده خد 40% وده 30% وده 10% وقسم القوى المحركه واخد عندي 20%. عدد اذون الصرف مديني برضه عندي عدد اذون الصرف لكل قسم منه. عدد ساعات دوران الالات مديني عندي الف وب واخدين كام؟ وعندي القوى المحركه بتاعتي اوكي ساعات دوران الالات. وكور الالات بالحصان مركز الف كام ومركز ب كام؟ طبعا عندي المخازن ما فيش فيها هنعرف بعدين، والمباني ما فيش فيها، عنده قوى محركه فيها. التكلفه الاوليه مديني 135,000 هنا 162,000 هنا. والمطلوب توزيع تكاليف مراكز الخدمات تنازليا واستخراج معدل التحميل في مركزي الانتاج على اساس ساعات دوران الالات في مركز الف، والتكلفه الاوليه في مركز ب. اذا هنا اساس للتحميل وهنا اساس ثاني خالص للتحميل. انا ما تفرقش معايا لو انا فاهم، لو عكسهم لي ما عنديش مشكله، جابهم بالطريقه دي برضو ما عنديش مشكله، اذا يهمني ان انا افهم الموضوع. طيب النهارده يعني انا يعني عايز اشوف الوقت المتاح بالنسبه لنا عشان الموضوع ده يعني مش صغير.
نكمل. اوكي، في مركز والتكلفة الاولية في مركز ب. طيب استخراج تكلفة ب، استخراج تكلفة الانتاج الاوامر رقم 505 بغرض ان تشغيل يتطلب التكاليف التالية. بدي بقى بيانات صرف 1000 وحدة من المادة س في مركز ألف وكان الموجود بالمخازن وقت مديني بيانات كلها، مش عايز اقراها عشان ما نضيعش وقت التسجيل بتاعنا. في نهاية الفترة بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة فعليا لهذا الامر مهالي. قال لي بيان مواد صناعية غير مباشرة مركز ألف كذا ومركز ب كذا، وجوه صناعية غير مباشرة كذا وكذا، مصروفات صناعية غير مباشرة كذا وكذا. احنا قلنا مصروفات مباشرة ومصروفات غير مباشرة الاثنين مع بعض في الاخر هيدوني التوتال، بس احنا بناخد المباشر الاول والغير مباشر بعدها. فاذا علمت، بدأنا هنا بقى نقول ايه معلومات الاضافية، يعني كل اللي فات ده معطيات، انا ما بحبش اقراها كتير لان موجودة في الكتاب فمفيش داعي نضيع وقت. طيب قال لي فاذا علمت عدد وحدات الانتاج لهذا الامر 400 وحدة تم بيع 75% منها. حلو قوي، خدتوا بالكم؟ كان عندي هنا انتاج تام وعندي هنا انتاج تام وباع. فاذا ما هو قال لي هنا قال الانتاج التام وسكت، يبقى ده كل الانتاج التام. لو قال لي تم بيع 75% منهم، يبقى انا بضرب الرقم ده في 75، يبقى الانتاج التام من مباع 75، والانتاج التام اللي لسه عندي الانتاج غير التام يبقى 25% بتاعي. فلما نقول في التمرين ده، انا عامل بقلم تاني عشان الامور ما تختلطش عليكم. في التمرين بيقول لي انا هحل الحته دي الصغيره دي بس مش اكتر، وارجع للتمرين بتاعي. بيقول لي ايه عدد وحدات الانتاج لهذا الامر 400 وحده، عدد الانتاج التام 400 وحده تم بيع 75%، تم بيع 75%. انا مش هكمل التمرين في الحته دي. يبقى انا بالنسبه لي لو حبيت اقول انتاج التام والانتاج التام المباع، ما هو انا بتكلم على الانتاج التام اهو، يبقى انا تحت التشغيل ده مش معايا في اللعبه دي دلوقتي، في البند ده مش معايا. انا عاوز اقسم انتاج التام ده الى جزئين، جزء منه مباع وغير غير مباع. يبقى الانتاج التام المباع بيساوي 400 في 75% بيساوي 300 وحدة. يبقى الانتاج التام من المباع 300 وحدة. طب الانتاج التام فقط، يبقى الباقي حاجة من الاثنين، يضرب ال 400 25% هتديني 100، يا هات راحت 400 ناقص 300 الانتاج التام من المباع يديني برضه 100. يبقى انا بالنسبة لي النهارده اذا الانتاج التام فقط اهو بين قوسين اهو فقط اللي هو الغير مباع بيساوي حاجه من الاثنين، اما اقول ال 400 في 25% بيساوي 100 وحده، او بقول بيساوي ال 400 وحده ناقص الانتاج تام المباع اللي هو 300 بيساوي عندي ال 100 وحده. يبقى انا بالنسبه لي لو فاهم اجيبها كده تجيلي كده الدنيا ماشيه معايا مظبوط. يبقى انا بالنسبه لي في الحاله دي لو ادي الانتاج التام 400 وحده، قال لي منهم تم بيع منهم 75%، يبقى اللي غير، يبقى اللي اهو ده المباع، يبقى غير مباع بيساوي 25%. مش احنا عارفين ان كل حاجه في الدنيا 100%؟ بعنا منهم 75% بقى لي 25%، بقى لي 70% بقى لي 30%، بقى لي 60% بقى لي 40%، بقى لي 50 بقى لي 50 وهكذا. فهو لو اداني في التمرين حاجه اقدر استنتج الثاني. فانا بالنسبه لي لو حبيت اجيب الانتاج التام والانتاج التام المباع ببساطه هو مديني الانتاج التام كله. طيب بعنا منهم يبقى في منه انتاج تام مباع وانتاج تام غير مباع، افصلهم بالطريقه دي. فاذا انا وصلت الانتاج التام المباع والانتاج التام غير مباع، وبالتالي انا لو اداني مبلغ وقال لي اعمل لي معدل التحميل امشي بنفس الطريقه اللي انا عملتها. يبقى انا قدرت اوصل للارقام دي لكن اداني جاهزه انا استنتجتها. اذا لو اداني حاجه وانا فاهم اقدر استنتج الحاجه الثانيه. انا عايزكم مع نفسكم كده تقروا بقيه التمرين ده عشان انا هشرحه تاني المره الجايه بس بشكل موضح اكتر من كده. انا بس حبيت النهارده افتح الموضوع عشان يبقى الناس تبقى فاهمه الدنيا بتمشي ازاي. نفتح الموضوع مع بعض والمره الجايه ان شاء الله بدون مقاطعه هنحل التمرين ده
وناخد الجدول ده اللي احنا عاملينه ده، اما نرسمه على السبورة او اشوف ان كان يعرف نعمله على فلاشة ونجيبه ونعرضه على حسب المتاح بالنسبة لنا. لكن هو الرودي موجود عندي في الكتاب، عشان كده بقول الكتاب مهم للغاية، لا لشيء اطلاقا، لان هو الوسيله المساعده الوحيده المتاحه لكل الناس ممكن تبص عليها في وقت واحد، عشان ما يبقاش فيه اجتهادات اكتر من اللازم، وخاصه الموضوع اللي له علاقه بالارقام. انا دوري هنا ان انا اشرح دي جت منين ونعيدها تاني وتالت، ولو في لغز ولا حاجه نفككم مع بعض على السبوره، لكن مش هينفع ان احنا نحل كل حاجه لان السبوره لا تحتمل كل ذلك. يبقى انا النهارده هكتفي بهذا القدر بالنسبه لهذا الموضوع، وهترك لكم بعد اذنكم يعني لو تكرمتم تقروا تكملوا الجزئيه دي، يعني تقريبا ماشيه معانا لحد صفحه مثلا 67 اهو مثلا. نمشي نكمل مع بعض لحد نهايه التمرين ده، مطلوب حضراتكم تقروه وتفهموه، وانا المره الجايه هعيد. ابوني الكلام ده ليه؟ عشان مش عايز المره الجايه لما اجي اتكلم الاقي ناس قاعده قدامي برضه ما عندهاش فكره عن الموضوع. خدوا بالكم سواء بالنسبه في الماده عندي في المحاسبه او في غير المحاسبه، كل ما كان حضرتك لما تبقى عارف الدكتور بيقول لك الدرس بتاعنا المره دي كذا كذا والموضوع اللي هناخده المره الجايه كذا، ارجو ان انت تتعب نفسك شويه، اقرا حتى اقرا الجورنال، اعرف منه العناوين الرئيسيه بتاعته، الفكره الرئيسيه بتاعته. لو انت تعمقت شويه عندك وقت وحليت وقفت معاك حاجات معاك، هتبقى وانت اولا تبقى ذهنك قاعد بتتابع حاجات انت عندك خلفيه عنها، بلاش اقول عندك معلومات كامله عنها، غير ما تبقى قاعد لسه بتسمع الموضوع لاول مره. انا النهارده هكتفي بهذا القدر بالنسبه للموضوع ده عشان ما نشكلش عليكم. المره الجايه بدون مقاطعه هنكمل هنحل التمرين ده، عشان عايزين نبقى ايه؟ نبقى على الاقل بالنسبه للاوامر الانتاجيه خدنا اهم ما فيها. فيها جزء نظري انا تركته لحضراتكم تقروه عشان ما تضيعش وقت اقعد اقرا فيه. اقرا انت يعني ايه وايه المزايا والعيوب وانواع الاوامر والكلام ده كله، كل دي حاجات نظري مش محتاجه حد يشرحها لك، انت راجل في بكالوريوس النهارده ما انتش صغير. وبالتالي ان شاء الله الجزء النظري ده انتوا خدتوه، انا الجزء العملي ده حبيت بس افهمك الدنيا ماشيه ازاي. هنا عرفني يعني ايه اساس التحميل، يعني هنقسم التحميل، هنقسم المبلغ ده على دول على اساس ايه؟ انا النهارده قلت النهارده بالنسبه للتناسب ده 60 وده 30 وده 90، الاجمالي بتاعي عندي 180، يبقى ده عباره عن 60 على 180 وده 30 على 180 وده 90 على 180. لو ضربتهم في السته في 6000 جنيه المبلغ اقسمها هيطلع نصيب كل واحد فيهم، او امشي بالطريقه اللي في الكتاب اللي هو 6000 بقسمهم على 180 في 60 هيطلع نفس النتيجه. يبقى مشينا بطريقه الضرب اوكي، مشينا بطريقه القسم اوكي، الاثنين كلهم واحد. يبقى الهدف من الموضوع ده يعني ايه تحميل. هنا النقطه دي لو اداني مبلغ اجمالي وقال لي في جزء منه مباع وغير مباع اقدر استنتج الباقي. وهترككم تكملوا التمرين زي ما قلت، والمره الجايه ان شاء الله نتمنى ان يكون في لقاء جديد، ولو اتقابلنا في المحاضره اللايف ان شاء الله عايزين نشوفكم تساعدوا ان شاء الله اول محاضره كان في عمر، هنتناقش في كل التفاصيل اللي احنا غابت عننا في الشرح وناخدها في الاعتبار في المرات اللي جايه. واتمنى لكم كل التوفيق ومع الف سلامه.